السوداء مع الأشجار ومع العجلة في الاشتغال بين النهار لكي ينظر هذا الملعب الحديد. شكراً لكل من شرفنا بالحضور وهدايا أمسية قميص قميص الأحمر والأبيض إلى يقدم الدكتور عز الدين اليعقوبي رئيس النادي الرياضي المكناسي للسيد حافظ صاحب الجلاله على عمالته مكناس خليني دابا يتصوروا بها هرب الوفاء لما قدم السيد النائب رئيس الجلاله التلميذ المغربي لكره القدم السيد رئيس جماعة الناس مولاي عباس الغاري هنيئا لنا بكم السيد رئيس جماعة المشور الصينية السيدة النائبة عن جماعة المشور الصينية كاينه لعيبه ديال السيده نرجس السيده لعيبه وكيل الملك نرجس بمكناس الملك بمكناس لتسلم تذكار رمزي لفريق النادي الرياضي المكناسي من يد الدكتور عزيز اليعقوبي رئيس النادي الرياضي المكناس كما كان هدايا سيدي الوالي لن تفي ما يقدمه رجال الامن الوطني خدمه للشان العام وكذلك للمواطنين وخاصه بالملعب الشرفي السيد القائد الجهوي للدرج الملكي الجهوي للقوات المساعدة هنا هنا دكتور كولونيل الجهوي للقاية المدنية جنرال رجل قدم للمدينة وللرياضة الشيء الكثير يستحق كل ثناء السيد الله بوالي النائب البرلماني وأحد من اشتغلوا على تنمية مدينة مكناس وعلى إفراز هذا الملعب والمدافع الكبير على مدينة مكناس في كبة البرلمان أي أحد المدافعين على أساس دي السيد مندوب وزارة الصحة السيد مندوب وزارة الصحة من السيد عزيز بنونة عضو المكتب بحضور السيد المهدي المقري حاكم وعيد العطاوي وغيرهم من الحضور السيد مندوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أحد شركاء النادي المكناسي نتمنى له التوفيق في قيادة حمولي مدير التجهيزات الرياضية ومن خلاله نمتلك زيادة جميع الملعب الشرفي إن شاء الله للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس
سيدي سي مصطفى زيد. لا سي حرسي، سي حرسي. سي حرسي اجي. مشكورين جميعا ايها الحضور الكريم، سعداء بتواجدكم. اسمع. السيد قائد الملكي ونحن